يقول السائل: هل الذهاب إلى الأطباء النفسيين لوجود قلق عند الشخص ينقص من التوحيد والتوكل؟ لا، فعل الأسباب مأذون بها مع التوكل على الله عز وجل، فاعمل الأسباب وعالج من الأمراض النفسية ومن الأمراض الجسدية. هذا من اتخاذ الأسباب التي أباحها الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا ولا تداووا بحرام. نعم.